أهلا وسهلا ومرحبا، مساء الخير على الجميع. فيديو دائما قبل النوم. ففي هذا الفيديو بغيت نشارك معكم لائحة ديال ثلاثة ديال القنوات اللي هما مجنونين على اليوتيوب. اوكي، ملي كنقول مجنونين فعلا فعلا مجنونين، فهاد الفيديو غير صالح لأصحاب القلوب الضعيفة كما نقولوا. ف يعني كنت غنقول لكم حلقة، القناة الأولانية سميتها نوا مارتن، نخلي لكم غير الاسم، كتبوها يبان لكم واحد حرف الان بالموف، إلا دخلتوا ليها غيبان لكم تصاور ديال الدم، ما تبان لكم في اللوب بحال شي عملية جراحية. باش نبين لكم العمليات الجراحية في اليوتيوب مسموح بها، ممكن تشوف عملية جراحية لغرض طبي كاينين، ولكن هذيك كتبان في اللوب بحال عملية جراحية، ولكن ملي غادخل ليها غادي تلقى واحد الشخص عجوز كتشد واحد المرأة بالطلب ديالو هويا، كتشد مقص ديال الضفار، داك المقص ديال الضفار اللي داير بحال هكا بحال الباز، وكتحيد ليه الجلد ديالو تق تق، عاوتاني كتولي جرحة وكتحيد ليه الجلد ديالو. علاش؟ لأن هذاك الراجل الشارف، داك الراجل الشاف كيستعمل المخدرات، كان كيستعمل المخدرات، لأن الفيديوهات قدام دازت عليهم 10 سنين، 2013، وربما هذاك الشخص مات، اليوم ما بقاش حي، ولكن غادي تشوف واحد الفيديو ديالو سميتو مورغيلونز ديزيز. هذا مورغيلونز ديزيز يعني مرض مورغيلون، هو مرض وهمي، مرض وهمي كيجي الأشخاص اللي هما كيستعملوا دروك، وخاصة كيستعملوا داك حبوب الهلوسة. فهذا تحذير لصحاب الناس اللي كيباغين يجربوا حبوب الهلوسة، ملي كتكثر من داك الشيء فانت في الاول كتحس بواحد النشوة وكذا، ولكن من بعد كتولي تحس بان كاين عندك البخوش لتحت في الجلد ديالك، الشيء اللي كيشعر به هاد الرجل العجوز، كان كيشعر به هاد الرجل العجوز، كان كيحسب ليه بان عنده حشرات في الجلد ديالو، وكيشد هذيك المراه، هذيك المراه كضحك عليه حتى هي باش تاخذ منه الفلوس، لانه كان كيخلصها ودايره راسها طبيبه ودايره اللي قالت ايتترا، باش انها زعما كتحيد ليه الدود، وهو فعلا كيحس بانه كتحيد ليه الدود لان عقله بالمخدرات مشى ليه، فكيحسب انه غير كتحيد ليه الدود، هو في الحقيقه كتحيد ليه الحمو، كتحيد ليه الجلد. اوكي، هذه هي القناه رقم 1. القناة رقم 2 ما يمكنش على الاطلاق نحطها لكم في الديسكريبسيون، انا حطيتها لكم في الديسكريبسيون مشيت كفتها. فاللي غنبغيكم ديروا غتخدموا معايا عقلكم مزيان في جميع لي ليان يوتيوب، جميع لي ليان يوتيوب، الا مشيتي اللينك ديال هذا الفيديو اللي كتفرج ما تقيس ما والو، شوف اللينك، الا كنتي في البيسي تبيك https://youtube.com/watch وعلامات استفهام في تساوي جميع الفيديوهات ميدون استثناء فيهم هاد القضية هادي، واللي كيتبدل هو واحد الرمز، انا غنفتي عليكم هذاك الرمز، صافي غنفتي عليكم هذاك الرمز. اما الفيديوهات كما قلت لكم العنصر المشترك غنخلي لكم في الديسكريبسيون، اي نقلوه العنصر المشترك هو https://youtube.com/watch وعلامة استفهام وفي تساوي في جميع الفيديوهات، صافي. فأنا نوريكم دابا هذاك الرمز، الرمز هو إكغيك صغيرة 3 زد أ إكس، هذيك زد أ إكس صغارين تا هما، إخ كبيرة، أش صغيرة، أو صغيرة، 4 سي صغيرة، 0. الى دخلتوا ديك الفيديو غادي يبان لكم واحد الروسي من هذه 6 سنين، يعني في 2016 لحد الفيديو، وهذيك الروسي كيعاني من سكيزوفرينيا، اليوم كيبان تعالج، الى دخلتوا القناه ديالو غتعالج من هذا الشيء، ما بقاش كيديرو، وعينو ولات مزيانه تعالجات، ولكن في هذا الفيديو بالضبط اللي مازال كاين في يوتيوب خصو يتمحى، كيشد عينيه وكيشد واحد الموس كيبدي شرط في عيني، كيحسب له عنده الكاميرا لداخل، باغي يحيد الكاميرا من عيني، كيتوهم بان عنده كاميرا في عيني باغي يحيدها، تيدير تيشرط في عيني لداخل،
يعني فيديو فيها 18 دقيقه معفونه ما قدرتش نتفرج كلشي كيشد براكي بلا صغيره كيدي شرط فيها عيني. المهم هادي كانت قناه المجنونه رقم 2. قناه المجنونه رقم 3 سميتها غنخليها لكم في الديسكريبسيون فور ايز تو سي فور ايز تو سي. اوكي ديال واحد السيده لمده 10 سنوات وانا ما عرفتش شحال من 2008 وهي كدير فيديوهات وفي 10 سنوات ولات كدوي على شي حوايج بحال مثلا الامريكان غير كيتجسسوا عليهم وكاينين الفضائيين و و و و ماشي مشكل. كل حاجه مجنونه اللي كدير السيده هي انك حسب ليها بلي البول راه فيها شي خصائص منفعيه والبول عنده فوائد طبيه والعكس تماما. البول ما فيه حتى شي فائده على الاطلاق ولكن كانوا الناس على مر التاريخ والى يومنا هذا كيحسب لهم بان البول عنده شي سر ولا عنده شي فائده طبيه ولا فائده في الجلد. وهاد السيده هادي اللي عندها لاشين تنتمي ليهم كتشرب البول ديالها وكتدير به الدوش وكحسب لها عنده فوائد طبيه. وقالت لك انها كتشرب البول لمده كانت كتشرب البول لمده 5 سنين كل نهار. يعني باش كتشوف جنون فين كاين. وهاد السيده زعما كلشي بعقلها كلشي كتعرف ديرو كتعرف تهضر كتعرف بان قدام الناس ما خصهاش دير داك الشيء الى اخره. ولكن غير ملي كتجي لهاد اليوتيوب كتبدا تحماق فيه يعني شي مجنونه. فهاد الشيء اللي كان كانوا هادو هما ثلاثه ديال القنوات المجنونين. غنقول لكم واحد القناه رابعه مجنونه. هذيك القناه الرابعه مجنونه سميتها كايجي 700 ام. هذاك كايجي 700 ام هذاك المجنون عرفتي باش كيتعشى تعشى بروز سطل دروز سطل سطل كامل كيضربو دروز شي ماشي غلط ماشي ماشي الفحاح ماشي غلط وانما كيتحاق شرب به شي شويه ديال المسك. ف هاد القناه المجنونه هادي سميتها كايجي 700 ام. إلا بغيتو تعاونوه ديرو ليه سبسكرايب. إلا بغيتو تعاونوه ديرو ليه بارطاجي. إلا بغيتو تعاونوه شجعوه في التعاليق شجعوه يلاه قبوا على سؤال الربح ونتلاقاو في فيديو جديد. قودوه.